هتشوف الغراب يدي الحوايج ويخبيها. سي يخبي في الأكل، يدفن في الأكل وبعدين يجي يأكله. يدفن فيه، شفته يدفن في الأكل بعدين يعاود يرجع. يدفن فيه، ينحي الحشيش والتراب ويخبي الأكل. سلام. هنشوف الغراب هذا الأكل، يخبي الأكلة، تعطيه الأكلة ويخبيه، يدفنه يا لأن أعطيته كتير، فاهم؟ هاو يروح يدفن هنا الغراب. كو يا CRAW، وعيت له ريفن، هو معروف ريفن، ولا تقول كرو ريفن، بس الكرو الغراب اكبر من هذا شوي، هو شكل الغراب. شو راح السوبر ستور؟ ها؟ لا لا لا، جبت واحد الاكل كان عندي في المنزل، بعدين كان طيبوه عن طريق. تعطيه للناس؟ لا 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 نعطيه، لا بعدين كان طيبوه هذا شوية للفراخ، كل شوية تشيبس، وكان تشيبس مليح، ما تاكل تشيبس. يروح يخبي، خليه يروح، شو يروح ياخذ، شو الاكل، شو ياخذ الاكل هناك، شو هاو ياخذ الاكل، واعطيته كثير، فاهم؟ ياخذهم، هي كولكت ذم، شو بعدك يروح يخبيهم، يروح يخزنها. ما شفت ويخزنهم هو يا مرات ياخذ حبوب ويخزنها من تحت الطاره وبعدين تنبت نبته. المهم ها احنا في هنا ميموريال بارك، ما شاء الله احنا في اجمل مكان. وده اخونا طارق، قلت طارق، اخونا ظافر. استاذ وهذا المصور الشيخ النووي. امبارح شفت شو اسمه عبد شكوه؟ القادر. والله وين شفته؟ شفت على فريزر، والله حكيت معاه شويه. ايه كويسه، يا كويس يا حبيبي، كان يشتري فروت. يا فروت بعدين حكيت معاه ذا ماركو، قال يا اي كيم مارش 1415 ثرو ذا امباسي. هي didn't change. ايه سيم. يا I said I'm gonna go back, but not this year. No. Not this year. Of course. Sure. Coronavirus. Okay, ciao guys, and see you next time.